ليش؟ ليش؟ دعاء اشربي شوية مي. حيدر كيف بقدر اشرح لك؟ هاي البنت بنوب مانا منيحة. ليكي أنا مصدق اللي عم تقولي، يمكن هي مو منيحة، بس دعاء ليش لحتى تأذي عائلتنا بهالشكل؟ المفروض يكون في سبب عندك. في سبب يا حيدر، سبب كتير مقنع. كل هذا لأنه حتى لو كان بدي بس ما بصير إله سبب دوافع غزال. كل هذا لأنه شو دعاء؟ ليش ما عم تقولي؟ احكي، بدك تخبي عني؟ شو يلي صاير؟ احكي جاوبي. رح تحكي ولا لا؟ ليكي أنا تعبت، لا عم تفهميني شو القصة ولا عم تعملي اللي عملك عليه. شوفي كيف صاير وضعي. دعاء اعتبريني رفيقك، انسي اني زوجك شوي. اذا ما فهمت شو الحقيقة كاملة ما رح اقدر ساعدك يا دعاء. حتى لو كان بدي حيدر، هذا الشيء كتير صعب هلأ. أنا علقانة بين نارين. اذا بحكي الحقيقة سر لأمي رح ينكشف، وهي العيلة رح تنهار بوقتها، وإذا ما بحكي هديك البنت رح تقدر تدمرنا كلياتنا. محتارة شو ساوي؟ أنا بس لك يا دعاء. شو بس؟ شو المشكلة تبعك؟ قولي. بدك تعرف السبب ورا نوايا غزل العاطلة يا حيدر؟ لكن اسمع، غزل ما بيهمها غير تدمير هاي العيلة. هي ما بيهمها غير تدمير العيلة؟ أنيتا تجاهنا عاطلة، فهمت هالشي وسمعته ألف مرة كمان، بس هلأ عم بسألك شو السبب؟ يلا قولي لشوف. احكي يا حيدر. الفكرة هي إنه ما بدي شوف حدا منكم. رح تأذي حالك ابني روحان. شو جنيت انت؟ ايه مو انتو بدكن هيك؟ حبيبتي غزل رح تتركني، رح موت لأنه ما فيني عيش بدونه. ابني خليك قوي شبك. بابا الأحسن لك تروح من وشي دغري. روحان روح شوي وكون واثق، غزل ما رح تتركك. بكفي، ما بدي حدا يضحك علي بالحكي. كل هاد من ورا كنتكن دعاء، هي ناوية تدمر لي كل حياتي. غزل رح تتركني من ورا عمايلة. أنا كنت مفكرة لدعاء وحدة بسيطة، بس طلعت خبيثة بالأخير. روحان انتبه منيح للي عم تقوله. انت عم تقول عن دعاء خبيثة بس مشان بنت يا دوب بتعرفها؟ هذا ما نوع حب، هذا اعجاب، وشغفك تجاهها رح يخف بعد فترة. شو انت مفكرني مثلك؟ انا مستحيل اشبهك. انت تزوجت مرة تانية مع انك كنت متزوج من قبل وحدة. أنا واحد وفي، رح أتزوج يلي بحبه وأكيد ما رح خونه. وعيان على حالك شو عم تحكي يا ولد؟ روح من وشي لا تتدخل. هدي أعصابك بابا. روحان مانو واعي هلا. لا أنا لساتني بوعي وعرفان حالي منيح شو حكيت. يلا خدوا لأبوك من هون، لأنه الناس الضايعين صعب عليهم كتير إنه يواجهوا غيرهم. كيف بتتجرأ تقله هيك؟
حط ببالك هاد أبوك يلي رباك. شو حكيت شي غلط؟ راح تزوج أمي وجاب على البيت مع أنه كان متزوج أمي هنا وبدون أي رحمة إلها أو إحساس بمشاعرها حتى. ومع هيك جاي يعطيني محاضرات بالحب. روهان قبل ما تهجم علي يسألوا إذا أسعد أمك شي يوم أو لا. أنت يلي شوف أمك إذا سعيدة. أما أمي لما بتزعل أنا بواسيها. الظاهر إنك نسيت هاد يلي عم تحكي عليه هو يلي جابك على هالدنيا. بعترف حياة أمي كانت مليانة زعل وقهر وحزن، بس شو من شان يلي عمله أبي مع أمك ما فكرت فيه أنت؟ أنا وأختي كاينات على طول، عشنا فاقدين لحب الأب، بس حضرتك وأختك نور كنتوا تنحملوا على الكتاف وتروحوا مشاوير اللي عادي. حصتي أنا وكاينات من سعادة الدنيا أخدتوها أنت ونور، وطبعاً أمكم كانت معكم، اللي هذا عادي؟